أهلا بكم من جديد. إلى شأن المغربي، إذا انتقد مغردون ما وصفوه بالحملة الإعلامية المتواصلة ضد المغرب من قبل إعلاميين سعوديين وإماراتيين، والتي يرافقها نوع من الصمت الرسمي. كان آخر مظاهر تلك الحملة مقطع فيديو للإعلامي السعودي فهيد الشمري، قال فيه إن اقتصاد المغرب قائم على ما وصفه بالسياحة الجنسية. نتابع مشاهدينا، أما على نتابع بعد قليل ما قاله الإعلامي الذي في هذا الفيديو عن قطر بعد قليل. إذا انتقلنا إلى منصات التواصل، أثار هذا المقطع مقطع الإعلامي السعودي فهيد الشمري غضبا واستياء كبيرين بين أوساط المدونين في المغرب، ورأت فيه منابر إعلامية مغربية إساءة متعمدة للمغرب، وأنه يحمل أكثر من إشارة مشينة، وفي سياقه غرد حافظ أحمد وقال: يقول كلاما أربأ بنفسي عن ذكره، ونسي أن بلده روج ورفع التأشيرة عن الأجانب لزيارة السعودية بقصد السياحة، كما أن ولي نعمتهم يقتل ويهجر مواطنيه من منازلهم لأجل بناء مناطق سياحية. ليكتب حسان ويقول: هذا لا يفقه شيئا، لا في الاقتصاد ولا في السياسة ولا حتى في الإعلام. تكلم عن المغرب في مجال الزراعة، والحمد لله نحن نعيش فيه ونرى الخيرات من الخضروات والفواكه التي أنعم الله علينا بها، ونرى ما هي البنية التحتية التي أصبح عليها المغرب. ليغرد محمد رفض جلالة الملك محمد السادس الخضوع لمحور الشر من أجل أن يتخلى عن النموذج الإسلامي الجديد، والذي يعتبر من أنجح النماذج في البلدان العربية تحت قيادته الشريفة من جهة، وأن يصبح عصا تضرب بها الشعوب العربية الثائرة بكل من ليبيا واليمن من جهة أخرى. ليغرد صاحب هذا الحساب: اتركوا عليكم دولة المغرب، ليس فاضي لفتنتكم ولا نهتم، ولكم حرية التعبير، ونعرف كيف أمورنا واقتصادنا. وهنا كتب أيضا صاحب هذا الحساب: على الغيورين في المملكة المغربية مراسلة السفارة المغربية بالسعودية لمعاقبة فهيد الشمري. هذا السفيه الذي يحمل شعار العنصرية أصابه الجنون بسبب الأزمة الاقتصادية في بلاده، بحسب وصف المدون طبعا. وقال إياد: جميعنا يرى الحقد الإعلامي المفاجئ لشبكات الإعلام السعودية بعد استلام محمد بن سلمان، وخاصة على سوريا وليبيا، ولن نقول قطر وتركيا فقط. باختصار، كنا نظن أن الإعلام السعودي إعلام واقعي وهو صوت الحقيقة وعيننا عليها، ولكن أسفنا كبير وكبير جدا. دعونا مشاهدينا نعود لمقطع الإعلامي السعودي فهيد الشمري الذي قال فيه أن اقتصاد المغرب قائم على ما وصفه بالسياحة الجنسية. نتابع جانبا مما قاله الإعلامي. المغرب للخارج يدخلون عاد المغرب شيء، إيراداتهم من الحوالات 60 مليار دولار في السنة. 60 مليار مبلغ كبير، يعتمد على أنهم يصدرون، ما هو بس البلدان الثانية، رجالهم النساء يعملن في البغاء ويحولون لهم، يعني قايم اقتصاد البلد على تحويلات البغاء، مصيبة. وهذا من الأشياء اللي على الشعوب إنها تتخلص منها. أنا أقدم لهم نصيحة إنه اقتصاداتكم في مجال السياحة هي مشاريع فاشلة، مشاريع تمسح كرامة الشعب،